هلأ هايدي بننتقل لمحطاتنا الأولى، واليوم رح نحكي عن موضوع كتير مهم، يمكن الاختلاف إذا بدنا نحكي صحيح. عنه الإنسان بطبيعته أساساً خاضع لقانون الاختلاف. خلال مسيرة حياته أفكاره بتختلف، آراءه بتختلف، يمكن قناعاته ومبادئه كمان بتختلف يمكن حسب مسيرة حياته. يعني اليوم أنت إذا بدك تراجعي حالك بتقولي يمكن أنا بختلف 180 درجة عن أنا من 3 سنين. أكيد يعني هذا الاختلاف هو نور، يعني أمر طبيعي بالحياة عند كل الناس، إن كان بأفكارهم، اهتماماتهم، عاداتهم وتقاليدهم. لكن إذا كان هذا الاختلاف بسيط أو كبير ممكن يؤدي لكثير من المشاكل والخلافات بسبب عدم تقبل البعض ثقافة هي الاختلاف وعدم وعيهم بهذا الموضوع، باعتقاد أنه لكل شخص عنده وجهة نظر معينة، عنده كاريزما معينة بتميزه عن غيره من كثير من الناس. أكيد هايدي لنحكي عن الموضوع بشكل موسع أكثر، وفي بعض الطرق اللي ممكن من خلالها نتقبل الآخر. معنا الاختصاصية التربوية راما حمودي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيكي. أهلا. بداية خلينا نعرف مفهوم الاختلاف من المنظور التربوي. هلأ بداية الاختلاف هو ضرورة من ضرورات الحياة، يعني لنفترض أنا مثل حضرتك أو بشبه حضرتك لدرجة التطابق، فشو حاجتي لوجود شخص آخر معي بهذا الكون؟ فهو ضرورة من ضرورات الحياة لإحداث هذا التكامل، لأنه صحيح. أنا ممكن يكون عندي صفات مختلفة عن صفاتك بتكمل هي الصفات، صحيح. تكمل صفات حضرتك. ممكن أنا يكون عندي القوة، أنت عندك القدرة، غيري عنده الذكاء، فكليات نحتاج هذا الاختلاف، لكن الحاجة أكبر لتنمية ثقافة هالتقبل للاختلاف هي الأكبر، بدل ما أرفض أو أنقد. حتى يعني حتى النقد بهذا الموضوع غير صحيح وغير مجدي، لأنه هو حالة طبيعية، حالة الكون أنه يكون في حدا مختلف تماماً عن حدا تاني. موضوع يمكن موسع كتير إذا بدنا نغوص بتفاصيله معك، بس خلينا نحكي عن طرق فينا نقول تقبل الآخر والاختلاف. يعني اليوم بنشوف بالوضع السائد أنه أنا بدي يكون مختلف أو بدي أنقد هيدا الشخص هيك، أحياناً بتطلع بالتفاصيل ما في شيء مثلا من خلال باب الثقافة أو المعرفة، لأنا أحكي فعليا في اختلاف جذري. يمكن في بعض الطرق ممكن أن احنا نتبعها على مدار وقت معين أنه نتقبل ثقافة الاختلاف، مو بالضرورة نطعن بالآخر لأنه مختلف أو لأنه ما بيشبهنا. يعني تمام. كيف فينا نحن نكون بنكمل بعض ضمن هي الدائرة؟ هلأ بداية طرق تقبل الاختلاف بتختلف حسب نوع الاختلاف. صحيح. كان اختلاف مجتمعي، يعني أنا مجتمع بكامل فارض نوع من الاختلاف على الأفراد الموجودين فيه، فهون أنا بكون المسؤولية الأكبر لتقبل هالاختلاف بتكون على مؤسسات المجتمع. هون أنا كتير بعول على وسائل الإعلام، لأنه هي هدفها تنمية الوعي الثقافي المجتمعي. صحيح. بهي الحالة. لكن إذا كان أنا كفرد ضمن أسرة واحدة أو ضمن يعني المجتمع نطاق ضيق من هذا المجتمع عندي هذا النوع من الاختلاف، فأكيد في طرق مختلفة. أولا أني أنا أعرف وأدرك أنه إجباري ما رح يكون في تكامل بشكل في تشابه بشكل كامل، في تكامل. يعني مثل ما قلنا أنا مختلفة عن حضرتك، فيفترض قدر وجهة نظرك، وهذا الشيء طبعا تقدير وجهات النظر هو اول شيء انا بعمله وقت بستمع لاراء المقابل الي بدون ما انقده. استمع إلى، لانه ممكن انا تكون عندي وجهه نظر مسبقه، يعني حكم مسبق، وهذا هو السبب الاكبر للخلاف اللي بينتج عن الاختلاف. بعدين بدي احاول ما افرض وجهه نظري، يعني بعد هذا الاستماع حتى لو لقيت وجهه النظر مختلفه عن آرائي، عن معتقداتي، عن ثقافتي، لا اتقبل وجهة هاي النظر وما افرض وجهة نظري على هذا الفرد المختلف عني. اكثر شيء انا بعول عليه هو موضوع مقاومة التنميط اللي بنمارسها نحن بحياتنا. يعني انا بشوف حالة بهالمجتمع هي حالة ايجابية او سلبية بعتبرها انه هي القدوة وأنا بمشي وراها، وهي طبعاً نحن هلأ عم نشوفها كتير إنه بينادوا بشيء له علاقة بالإيجابية، ممكن يكون هو سلبي عن مجتمع تاني، ممكن ينادوا بالسلبية أنا بعتبرها بمجتمعي إيجابية. هيك أنا يفترض قاوم هذا التنميط إن كان إيجابي وإن كان سلبي. صحيح، لأن الاختلاف حالة صحية. صحيح. إحداث التوازن. صحيح. يعني بالدرجة الأولى إني وازن،
وكمان الأكثر من هيك أنه أنا ما أنقد هذا الشخص لأنه هو مختلف عني، أنا أنقد سلوكياته، يعني لمجرد أنه قام بسلوك خاطئ خارج عن المنظومة الحياة العادية اللي نحن نعرفها أنه هي إيجابي أو سلبي. تمام. دائما يمكن الاختلاف بيولد الابداع، التطور، التجدد، يعني اي شيء بيمشي على خط واحد بيكون ممل نوعا ما. لما انا مثلا اعطي فكره او اقتراح يكون مناسب وشخص ثاني كمان يعطي اقتراح، هون ممكن يكون الاختلاف بطريقه مناسبه. خلينا نوضح كيف ممكن نحن نستغل الاختلاف بين الناس بطريقه تناسبنا. هلا انا متى ما كان عندي احترام للراي، لانه انا عندي احترام الراي وتقبل الاختلاف هن تقريبا وجهين لعمله واحده. يعني انا كل ما كان عندي ادراك لذاتي بشكل كفرد طبيعي، كل ما كان عندي احترام، كل ما كان عندي قدره على احداث تفاعل ايجابي مع المختلف عني، ان كان هذا الاختلاف جوهري بشكل كامل او اختلاف بمجال معين، ممكن يكون اختلاف معتقدات، ممكن اختلاف ثقافات، ممكن لا اختلاف بالشكل حتى. فأنا حتى هون بعول أكبر على المناهج أنه تدرج هذا الشيء ضمن وحداتها التعليمية لحتى نعلم أيضا الطفل أنه يتقبل هالاختلاف. حتى أنا كأسرة وقت بشوف كأم طفلي عم بيشاهد برامج أطفال وفي اختلاف، يفترض أنا علق، أعرف أعلم طفلي كيف أنه هون مختلف عنا، لكن هذا الاختلاف عادي طبيعي لأنه أنا فرد وهو فرد، وإجباري رح يكون هذا الاختلاف نظراً لاختلاف المجتمعات، نظراً لاختلاف الآراء، حتى الشكل. يعني إحنا كتير الشكل بنلاقي عنا مشكلة فيه، أنه حتى بيصير حالات تنمر. فأنا لا، كل ما كان عندي تقبل لمجتمعي ومحيطي والاختلاف فيه، كل ما كان عندي إحداث نوع من التكامل والتوازن اللي هو بتفترضه الحياة الواقعية. الكون ما بيقوم غير على إحداث هالتوازن. يمكن الاختلاف من أهم وأجمل الحالات الصحية الموجودة يمكن بشكل عام على المستوى العالم. إذا بدنا نطبق الاختلاف أساسا منذ وجود الأديان، الأديان مختلفة لكن كلياتنا بنعيش في مجتمع واحد. خلينا نحكي، إذا بدنا نحكي عن أهمية الاختلاف كحالة صحية ضمن بيئة صحية، إذا فعليا نحن نظرنا له بشكل صحيح من خلال تقبل رأي الآخر. يعني اليوم لما أقول أنا بحترم رأي الآخر، ما فيني أقول غير إله علاقة أساسا بالاختلاف. يعني أنا عم أتقبل الاختلاف، بحترم رأي الآخر، فأنا فعليا بحالة صحية. فأنا كيف فعليا فيني أنا أقول أنه احترام الرأي هو نوع من الاختلاف لازم فعليا نحن نتقبله؟ لأنه بفترة من الفترات كان في تعصب للرأي، اليوم عم نشوف لا أكثر انفتاحا، حسا بالبيئات اللي عم نعيشها بالمجتمعات هلأ صار كمان أكثر انفتاحا، كمان كنت بتلاقيهم مش كتير في هيدا الانفتاح الكبير. هلأ نحن من بداية الأديان، هي كل الأديان كانت تدعو لهي الحالة، حالة التوازن والتكامل وتقبل الاختلاف. بالنهاية نحن مثل ما قلنا ما رح يكون في عندي حدا شبيه إلي 100% أو حتى أكثر من 100%. يفترض في مجال معين يكون في اختلاف بهذا من هي الناحية. هلأ أهم شيء أنا يفترض قوم فيه لحتى اتقبل هالاختلاف انه تكون انا شخصيتي ايجابية، يعني قادرة على احداث تفاعل واتصالات رغم كل هالاختلافات اللي انا عم بشاهدها وبلاحظها بهذا المجتمع. يفترض مثل ما قلنا نحن ننقد السلوكيات ما بننقد الافراد لحتى ما يكون في عنا تعصب او نزعة يعني للتنمر او الدونية، النظرة الدونية. طبعا مثل ما قلنا نحن المجتمع هو اللي بيخلق هي الحالة عند هالافراد، لانه مستحيل فرد يجي بفطرته هو بيتقبل وجود الفرد الآخر، لأنه نحن بمجتمع بحاجة أنه نتواصل. ويمكن النواة الأساسية تبدأ من العائلة، لأنه حتى منشوف العوائل اليوم ممكن رأي ابنه ما تتقبله، مثل ما أنا بتقبل اليوم اختلاف ابني أو بنتي وتبادل الأفكار طبعا واختلافهم، هي الحالة الصحية اللي أنا من أولها ببلش صح. يعني النواة الأساسية هي بتبدأ من الأسرة، من المجتمع، من التربية، من هيدي المفاهيم. هيك يفترض أنا فعل
حال الحوار الإيجابي اللي قائم على تقبل مختلف الآراء لحتى فعلاً علم هذا الطفل أنه يحاور المختلف عنه، والأهم من هيك وقبل هيك أنه يستمع له، لأنه الاستماع هو حالة من حالات تقبل الاختلاف. صحيح. تمام. شو بالنسبة للأشخاص اليوم يلي بينظروا نظرة فوقية لغير أنه نحن أفضل من غيرنا، إن كان ثقافياً إن كان مادياً إن كان بالمستوى الاجتماعي بشكل عام، هذا الشيء أو هذا الاختلاف قديش ممكن يخلق عداوة وفروقات اجتماعية بين الناس؟ تماماً. هلأ نحن يفترض ننظر للموضوع أنه أنا هل عندي كل السمات وكل القدرات لحتى أكمل حياتي لحالي؟ إجباري أنا في عندي ناحية من النواحي رح تكون ناقصة وبيكملها حدا غيري. فأنا كل ما كان عندي هذا التقبل وهذا التسامح مع الذات، ليش أنا قلت إدراك الذات بالدرجة الأولى؟ أنه أنا كل ما كنت مرن بحياتي اليومية وقادر أني أفهم ذاتي، كل ما كان فعلاً عندي حالة هالتقبل لتقبل ثقافة الاختلاف الموجودة بالمجتمع اللي بتدعمها كتير قيم إنسانية، الرحمة، التعاون، التكافل المجتمعي. طبعاً أول شيء مثل ما قلنا اللي بيعزز هاي الحالة هو المجتمع بالدرجة الأولى، بعدين التربية وسائل الإعلام. مثل ما قلنا يمكن نقطة كتير مهمة عم نحكي عنها، موضوع بهم كل الناس. خلينا نقول بما أنه النقاط الأساسية تبدأ من المجتمع المصغر أو الأسرة، بعض الخطوات اللي ممكن الأم اليوم فعلياً مع نحن بنقول ضمن المسيرة الحياة تختلف، يعني أفكار وآراء الشخص ومبادئه وقيمه، كيف هي تبلش مع طفلها هي التفاصيل؟ لأنه أحياناً بنشوف أخطاء شائعة على الأهل بيقوموا فيها لما الولد بيبلش يحكي أو يعبر عن رأيه، وفي عملية استهزاء ما بيتقبلوها من باب المزاح، كمان هي تعد نوعاً ما أثار سلبية، لأن أعلم طفلي يتقبل الآخر أو الاختلاف أو كيف فيني أنا أعلمه مفاهيم الحوار. هلأ بداية أنا يفترض افتعل هذا الاختلاف ضمن الأسرة الواحدة حتى علم طفلي أنه يفترض رح يلاقي هذا الاختلاف بالمجتمع الأكبر أو بالأسرة الأكبر اللي هي المحيط. فأنا كل ما فعلت هي الناحية، كل ما قدرت أطلع مع طفل كامل وقادر على تقبل هالاختلاف. ثانياً أني خليه يشارك بمختلف الاجتماعات والاحتفالات، إن كانت احتفالات دينية أو احتفالات أياً كانت، مع زملائه بالصف. ممكن هلأ نحن من كم يوم عيد الفصح، ممكن أنا خليه شارك على الأقل بمعايدة لزميله اللي بالمقعد، ممكن أنا هو يرجع هذا الطفل يعايد طفلي. هي المشاركة أو هي أنا إذا بنيتها صح مع طفلي بأنه فعلاً فعلها بشكل إيجابي وفهمه مسبقاً ليش هذا مختلف. صحيح. لأنه كل ما عرف الطفل سبب الاختلاف كل ما كان قادر أكبر على أنه يتقبل هالاختلاف، لأنه الطفل كتير عنده حب المعرفة، فإجباري رح يسأل هالأم أنه ليش رفيقي هيك وأنا هيك. صحيح. ليش نحن بنحتفل بعيد الفطر ورفيقي بعيد الفصح؟ هذا الفهم ممكن يطلع لي فرد أقوى وقادر فعلا متوازن، لأنه هو اللي بيكون عنده ثقافة تقبل الاختلاف هو فرد سوي بالدرجة الأولى. تمام. راما، يعني بما أنه عم نحكي عن دور الأسرة اللي كتير مهم بهذا الموضوع، عندنا نوع من الأسر يلي بتكون متشددة نوعا ما على أطفالها، ما بتتقبل ثقافة الاختلاف بأي شكل من الأشكال، هون كيف ممكن تنشأ شخصية الأطفال؟ هلأ للأسف الأسر اللي من هذا النوع هي بتنشئ شخص أو طفل غير سوي بالمجتمع، رح يكون فعلاً هو صورة نمطية عن هذا الشيء. لهيك أنا قلت أول بالبداية وسائل الإعلام والتربية، المناهج التعليمية إلى الدور الأكبر، لأنه هو الطفل عم بيعيش فيها بشكل أكبر من الأسرة بوقت. صحيح. أكبر. لهيك أنا كل ما كان عندي حالة هي التوازن بين الأسرة وبين المدرسة، كل ما كان عندي فعلا جو إيجابي، تفاعل إيجابي، تقبل للاختلاف بشكل أكبر، بغض النظر عن حالة التنميط اللي أنا حكيت عنها اللي هي بتتبع للأسف أغلب الأسر. صحيح. هي حلقات متكاملة، يعني نحن بنقول كيف بتبلش الأسس والمفاهيم. أكيد بالختام بدنا نتشكرك، بالاختلاف بالأساس حالة صحية. صحيح. لكل المجتمعات اليوم. شكرا كثير لك. شكرا كثير لك. يعطيكم العافية. شكرا لك.